لا تقعد طالع حتى انا من تونس ويا ابراهيم مو معك مع ابراهيم خلاص خلاص كويس ما فهمت كويس عشان انا خلاص فهمت يوديني برا برا صدقني انا حاط لي خطه عمل اني ازوركم انا وابراهيم نزور الكل لازم العناوين ونزور الكل نزور بيت لارا نروح الكل صدقني لارا وايه وسراج بمصر وحبيبنا عزوز بعد لازم انا احتريها من اليوم لا انا مسوي خطه عمل مع ابراهيم ان نزور كلكم يعني الله يخليك طول العمر الله يرضى عليك منو بعد يسلم علي؟ عاد والله وايدين ما يحضرون لي والله لا والله ذكر ذكر أمامك والله يسلمون عليك وانور وهذا على العموم كلهم بالقهوة ترى قاعدين الحين ليليا بالقهوة والله يطلع والله ليليا بالقهوة أنا اخترت بعد ليليا قلت أروح القهوة واجتمع فيهم كيف على التلفزيون مبينين سمان احنا طالعين دبوبه ولا شلون؟ لا طبعا بالتلفزيون نطالعكم امتن من كذي يا راجل اي لا فعلا نطالعكم ما انصح من كذي لا فالحين لما شفتكم انا مساعد المسرح ما توقعت يعني من جد يا شيخ كل العالم تقول اي بس من البدايه كنتوا لا انصح من كذي وايد برضه؟ اي كنتوا انصح وايد الحمد لله زين وين نروح؟ وين نروح؟ يعني زين سراج طلع ولا كان صار قلم؟ شلون احنا ما كنا عطله الحين ها؟ لا مدارس انا عطله اي مدارس لا لا فطوم من يوديها؟ لا فطوم عطلت خلاص فطوم عطلت حملنا شلون معك؟ تمام حملني ماسك الموضوع شكله ها؟ خلاص اكيد قاعد يجتهد ويجد وهذا مزعج هذا ستاركم هذا والله ستاركم هذا مزعج ابراهيم ولا عزوز؟ طيرون لا يرحب فيك هو اصلا هو المره الجايه ما ادري يرحب فيه شو كنا مضايق مني يقول غريب هذا اللي قالوا له بتروح اسبانيا وهو ساحب عليه لا يوكل ولا يجي ولا متى بتروح ساشا بتروح اسبانيا؟ واحدة ونص واحدة ونص ها؟ اي لان ماجد جميل عنده اكل ولا شيء ولا لا؟ ودق علي اي دق علي وقال شوف ساعه كم يروح عشان بيك المطار هناك واحدة ونص ماجد حبيبي يا ابراهيم اللي طاف ابراهيم ما قصر اي لا ما قصر قاعد ويانا البارح راح ويا القهوه صدق والله زين مر علي سلم عليكم ناظم الله يسلمك اتصلت فيه الله يسلمك دافع عليك لا ناظم ناق عليك في سؤال بس الحين شلون تتواصلون مع بعض؟ لا انا اتصل هنا بالكنترول هم يعطوني تليفونه اها اخذت تليفونه واتصلت فيه وكلمته والله بس انه رايح الاردن امس راح والله اي اعتقد يمكن بكره يجي الناظم والله قال لي بروح الاردن وسلم لي على الشباب الله يسلمك ترى مشتاق اشوفك يعني ناظم إيه؟ سؤال يا الاردن عنده حفله والله شيء يعمل عادي يمكن بيحيي حفله هناك اكيد ما في الا كذا ما يقرب لا احد عنده بالكويت؟ حلو لا في الأردن لا راح الأردن والله حلو أو هلك عازمينه يمكن يمكن ايش بصير؟ خليل والله مصدق للحين والله ما مصدق قطعت المايك أنا زفاني وين وديت مايكك على الستيج؟ قلت له ما أدري وين راح دوامات أي دوامات والله قعدتكم حلوه يا اخي ناتي الله يطول عمرك بس انتوا عشان اخذتوا وقت وايد اخذتوا وقت قعدتنا احنا قاعدين وروتين بعد عندكم روتين ماكو شيء نسويه بس الحين ابراهيم مثل ما هو هنا مثل ما هو في البيت هو يعني ولا يمثل في تغيير ولا يمثل علينا اقول لهم لا بالعكس ابراهيم مو كذي مو علشان ولدي يمدح فيه بس هو كذي مرح دائما مرح كذي ان شاء الله مرتاحين من ابراهيم يعني كثير بنحبه لابراهيم والله يعني هو ما دام تحبون ابراهيم يعني تحبون ابوه لان ابراهيم مثل ابوه اي صح ترى نفس الوالد انا قرب والدك شلون الاوضاع؟ الاوضاع تمام ريحني شوي كله تمام عسى انت راضي علي بس الله يرضى عليك والوالده كلهم راضين عنك ابراهيم حط له بعض مخدتين ليش لا كذي اريح ترى هذا مو نفس اللي بيجي انا اصلي اربع ساعات يعني من الساعه 5:30 انا ترى حاطين بغرفه كنا مسجون
وسحق بهالزقاير وساكين الباب عشان لا احد يشوفني. لا تقول زقاير جناح عبد العزيز. وسحق بهالزقاير هذا الغرفه كلها ضباب. يعني انا دوخت نفسي. تبكي يا مخده؟ والله لا اي ولا ما اي. طيب ما لو يحنون علينا ورجعونا الغرفه اروح اتكي معك شوي بس. بس ناصر صادني هو طالع كذي لمحني وكان يجي. قال سلم علي. كنت حاسب حسابه بعد واخذ هدايا هديته ومشى. بس رايح الاردن هو. اول شيء يروح الاردن من الاردن يروح الكويت. والله اني سمعت هقوتي هقوتي على كلامه اخر مره قبل ما قال خلاص طلع مصر الظاهر يمكن بعد ما يدرى والله عنه. الله يسهل عليه. يا حي الله. اي يحيى كيفه؟ الحمد لله تمام. شلون ايطاليا؟ جنن جنن. باش وينك؟ راح يتجهز يعني اكيد راح يتجهز جناطنا تحت تحت جناطنا احنا سوينا الامتحان سوينا التو في جنطه تعجبه هذا لنا احنا لا لا انا اللي جايبهم انت جايبهم اي خلي يقول الجنطه مع جايب لك صوره حلوه احنا سوينا الامتحان تو سويناه إيه؟ مال يوم الاثنين طرز طرز زاهر ولا هذا زاهر في جنطه في جنطه في صوره تحت جنطه وصوره احنا اللي فال عندنا يوم الاثنين انتوا راح تسوون لي بال الحين احنا سويناه خلاص اه خلاص قبل نص ساعه تقريبا سويناه انا وباش ان شاء الله خير ايش حاجه قلتوا لي اشترك المفروض زاهر معانا بس باش زعلان تعال سراج. حاولت ادش على منتزه السراج ما قدرنا ليش؟ ما يبطل؟ اي ما يبطل زعلان لانه في تكليف انا باش راح يلبس يتجهز ايه صح الصوره اه لازم توجه له تحيه كبيره فرجينا يسلم عليك وايد الله يسلمه مع تحيات الشيخ دعج الخليفه الصباح على راسي والله ما شفت هذه الله يسلمه انا طلع لا باسبانيا هذه اسبانيا لازم اتمنى لك دوام النجاح كثير حلو يا ستار لك شوفي شو منو ما حاط مايكه زاهر انت مو مقصر بشيء انا على الديره ما انت والله مقصر بالتحيات ما شاء الله عزوز تعودنا احنا ترى عزوز اسمح لي ها قلبي عادي اي والله قلبي كلام من كثر ما ينادونك هنا اللي ريحكم وخاصه فطم هناك عندي الصغيره كلها عزوز الله يخليكم اياها الله يرضى عليك الله يرضى عليك انت ما شاء الله تحياتك واهداهاتك وايده والله هذا ما شلون حافظهم نايم ما شلون يحافظ تدري كم اسم يحافظ قلبه حي ما شاء الله ما ادري عنه الا في سلام خاص هم لولا الله ثم هم ما احنا فينا نعم اكيد اكيد كان اول اسبوع اسبوعين طلعنا في سلام خاص منا كلياتنا لفاطمه الله يسلمك تحيه فطوم الله يسلمك قاعد نشتغل انا وزهر على اغنيه حق فطوم قاعد نسويها انت
تدعي لكم. والله ترى دعوتها دعوتها واحده كيفكم عاد. سمع شوي. لا بعدين مو فاضيين نغني الحين خلاص. سمع العادة لما يجيكم مطرب ولا هذا يقول العود والجيتار واللي يلحق بالعلم توقعون.